والسكة الحديد طوال ما هو ماشي في الشارع يقدر يشوف نفس النمط ونفس الصور اللي هي رحبت بيه أول ما وصل المدينة. العربيات اللي عايزة تتغير والأتوبيسات تتغير ويتحط عليها اللوجو اللي هم الجامعة الألمانية حطته. استكمالا لتنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية بدعم مشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان وتحويلها لمدينة خضراء صديقة للبيئة خالية من التلوث بما يظهر طبيعة وأثرية وحضارة المحافظة، واصلت وزارة الداخلية تحويل سيارات الأجرة التي تعمل بالبنزين لتعمل بالغاز الطبيعي مجانا من خلال مراكز فنية مخصصة لإجراء عمليات التحويل، مع تخصيص وحدة فنية لرفع كفاءة السيارات، إضافة إلى وضع ملصقات فنية ذات ألوان وخطوط متناسقة على كافة سيارات الأجرة، تلك الملصقات التي قدمها الشباب لمحافظة أسوان لتكوين صورة ذهنية وبصرية موحدة عن المحافظة لدى الزائرين. وقد وصل عدد السيارات التي تم تحويلها لتعمل بالغاز الطبيعي حتى الآن قرابة 800 سيارة. بدأنا في تنفيذ الجزء الأول من مشروع الهوية البصرية ونجحنا الحمد لله في تنفيذه، وبشكر فعلا وزارة الداخلية على الجهد اللي بذلته من أول يوم، من أول ساعات النهار تاني يوم التكريم من فخامة الرئيس، بأنها تواصلت معايا وابتدينا ننفذ المشروع على أرض الواقع. وبسم الله ما شاء الله أنا شايف دلوقتي الشغل فعلا وصلنا إلى درجة كبيرة جدا من التنفيذ. شكرا فخامة الرئيس، شكرا وزارة الداخلية. اشهد يا تاريخ البشرية واتبعنا وين كل الأخبار أصوات الماضي وحضرتها. أشكر الرئيس السيسي على المبادرة الجميلة، بدل ما كنت بحط 200 جنيه بنزين بحط دلوقتي 50 جنيه غاز او اقل من كده كمان. احنا بنحب الرئيس وهو يعني بيحبنا طالما بيعمل معانا كل الحاجات دي. يعني نشكر رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي بالمبادره الجميله اللي عملها لمحافظه اسوان، وشعب اسوان بيشكر الرئيس، وبنشكر وزاره الداخليه اللي تعاونت معانا وقفت معانا في المبادره. طبعا الرئيس كل ما بيجي عندنا اسوان بنشوف حاجه جديده هنا في اسوان، وركبنا التيكت بتاع الغمز بتاع اسوان. نشكر الرئيس رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على المبادرة الذي أجابها لنا في محافظة أسوان لتركيب الغاز مجاني. كما قامت وزارة الداخلية بوضع تلك التصميمات على المركبات والمنشآت الشرطية واللنشات الخاصة بشرطة المسطحات المائية، وهو ما رسم لوحة فنية تعبر عن هوية بصرية موحدة. في أي مكان وفين تكون مصر جميلة، ويأتي الإسراع في تنفيذ تلك المبادرة لأهالي أسوان لتكون هدية لهم بمناسبة عيدها القومي.